طبعا هذا الخبر سميناه قصة كومنت، هي جريمة أو مجرمة الشاطرة، جريمة من نوع آخر استهدفت رجال الأمن في هذه المرة وفي إحدى المحافظات. قصة اليوم غريبة ومؤلمة لحماة الوطن في محافظة ذي قار، تحديدا في قضاء الشطر. أقدم أحد الأشخاص على قتل ضابط برتبة عميد في جهاز الاستخبارات، وهو العميد علي الحلفي. خلونا نشوف بالبداية صورة الضابط أو العميد علي الحلفي. إلى رحمة الله، طبعا قتل على يد أحد الأشخاص في محافظة الناصرية. هذه هي صورة العميد. أكيد نعزي أهله ونعزي ذويه بهذا المصاب. القوات الأمنية تقتحم منزل قاتل العميد علي الحلفي في الناصرية، لكن هذا الشخص نفسه يستخدم أطفاله دروع بشرية. تدرون ليش؟ حتى يحتال على القوات الأمنية حتى ما يلقون القبض عليه. خلونا نشوف أول فيديو من لازم ابنه ومحتمي به حتى القوات الأمنية ما تلقي القبض عليه. هاي المحاولة الأولى لإلقاء القبض عليه، لكن ما قدروا لأنه مخلي أهله دروع بشرية حتى يحمي نفسه. متفقين على هذا الكلام. محاولة ثانية كانت للقوات الأمنية في الناصرية حتى يلقون القبض على المتهم. ألقوا القبض عليه وتم نقله إلى مركز لتواجد القوات الأمنية في الشاطرة ووضعه في قاعة. لكن هنا المصيبة، لكن المتهم قام بتفجير رمانة يدوية كان قد أخفاها تحت ملابسه، مبينا أن المتهم فارق الحياة على الفور. لكن بعد ما فارق الحياة انطانا فاجعة أخرى، اللي هي إصابة ضابطين، الأول إصابة طفيفة والثاني متوسطة. خلونا نشوف التفجير أو المفجر نفسه برمانة. شفنا مقتله وشفنا انه هو انتحر برمانه واذى ضباط. لكن الموضوع الغريب هنا، احد شيوخ عشيره الشهيد الشيخ لازم تشيشان الحلفي، قاتل الشهيد العميد علي جميل الحلفي، لا زال حرا طليقا، والشخص الذي انتحر اليوم هو متهم آخر. هنا احنا راح ما عندنا جواب، ننتظر جواب بالأيام القادمة من التحقيقات، من تكملة القصة، تكملة حقيقة القصة. لحد الآن القصة مدى نفتهم مغزاها، معناها اكو أشياء خفية. الشيخ ليش طلع بهذا الكلام؟ مو هذا الشخص اللي انتحر؟ كل هذه أسئلة ماكو إجابة عليها لا بمواقع التواصل الاجتماعي ولا بالأخبار ولا بقنوات تلفزيونية ولا بأي مكان من بعد تصريح الشيخ الحلفي. خلينا نشوف التصريح للشيخ الحلفي. تناولت صفحات التواصل الاجتماعي هذا اليوم خبر إلقاء القبض على قاتل العميد الشهيد علي جميل.
وهذه الأخبار عارية عن الصحة. إنما ألقي القبض على مجرم من بني زيد حارق مضيف عشيرة عبودة، وتم إلقاء القبض عليه وانتحر في الحال. قاتل العميد لحد الآن لم يلقى القبض عليه، طليقا لا زال طليقا، مجرما طليقا. فنوضح أن قاتل العميد لم يلقى القبض عليه، إنما ألقي القبض على شخص من عشيرة بني زيد وليس من عشيرة عبودي. وأما عشيرة عبودة اعترفوا بأن القاتل عبودي من عشيرتهم، وأخذوا عطوة قتل عمد القاتل من عشيرتهم. واليوم الساعة بالأربعة أرسلوا شيوخ أخذوا العطوة، مددوا العطوة لغاية 20 في هذا الشهر. القاتل عبودي ولم يلقى القبض عليه، وشكرا. لا تعليق، ننتظر الأخبار، ننتظر التحقيقات حتى نعرف حقيقة الأمر. حد الآن مجهولة الحقيقة.